نفسنا وأعلى سلالة فخم الراء لأن الراء فخامة والسين من حرم السبيلة وأعلى سلالة وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل بعدها الباء ماذا يقع؟ يقع إخفاء الشفر إخفاء كالخيوط ديك الميم كنطقو بها مخفاة لاحظوا كيفاش غنطقو بها دابا حنا قريناها ولكن انتم غنطقو كيفاش غنطقو بها ساكنة لها ثلاثة أحكام عندها الإدغام وهو الميم الميم ثم الإخفاء الميم الباء ثم الإظهار في جميع الحروف نقول والثالث الإخفاء هو عند الباء وسميه لا بين تلمان لا والثالث الإخفاء عند الباء الثاني الأول شو هو؟ إظهار في الأول مين؟ آه؟ إظهار لا إظهار مين معناه؟ والثاني الإخفاء عند الباء سبحان الله
فالأول إخفاء
الأول لا يشرب زيادة، ولكن ما نبركوش اليوم غير
من بعد تموين عليهم من الصدور سميعا بصيرا زوجي بهيج زوجي بهيج الإخلاف في حرف واحد
الكتاب شاء الله من يسر أنصب أنا
لا دابا حنا غادي نشوف في الصاد الكلمه انصدوه وأنذرهم
يتيماً لا مقربة. وأنذرهم من ذا الذي يتيماً ذا مقربة، يتيماً ذا مقربة. هذا الذات الثاء سبحان الله.